لفايلر والموسيماني. هو 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 النتائج النتائج مش مش بعيد لان فايلر كان بيقدم بشكل كويس نتائج مظبوط، ولكن مزبوط. الاداء هو اللي اختلف. هي بقى الاستحواذ معدل الاهداف ومعدل التمريرات الصحيحه، هتلاقي موسيماني اختلف. موسيماني 86% زياده كمان. بتتكلم في بتتكلم في كام 50 60 او 70 تمريره فرق. بتتكلم في المباراه فرقم كبير برضو، رقم مش قليل. رقم ده تمريرات صحيحه مش تمريرات كلها، دي معدل التمريرات الصحيحه. التمريرات كلها اعتقد هتبقى ازيد. بتتكلم تدخل ممكن تدخل في 580 590 مظبوط، والثانيه ممكن تبقى 410 120. معدل الباين كان 81% بقى 86%. وكمان تمركزاتك انت ممكن كمان تعمل استحواذ مش بتمركز جيد. ولكن موسم استثنائي وموسم جيد نادي الاهلي، والمعدل التهديف جيد جدا جدا جدا، وانا شايف ان دي ميزه من الميزات. ولكن برضه محتاج تخلق تاني حتى مهما يكون عندك. احنا تعودنا ان لازم يكون في شراهه تانية، لازم يكون في ادوار اكتر لناس في المهاجمين يسجلوا. انت 71 دي ممكن كانوا توصل 90 وممكن توصل 100 بكم الاهداف اللي انت برضه خد بالك انت ضيعت كم اهداف كتير جدا الدور التاني. مظبوط. وحضرتك اتكلمت في كذا في استوديو ان احنا عندنا اهدار فرص عالي جدا جدا، فمع الشغل كمان اعتقد النسبه دي ممكن تزيد يعني.